تي بيت بنروحه لأول مرة كانت قاعدة فاضية وهي حاطة ايديها على خدها ولابسة اسود في اسود وكأنها في عزا شخص عزيز عليها. خرجت أمها من أوضتها وقعدت على أقرب كرسي قابلها وهي بتقولها ببرود وبعدها لك عادية بتبطني هتفضلي قاعدة لك ده إياك أمال ريدان روح فين ياما هماليني الحال الله يرضى عنيكي اوعك تكوني فاكرة إن سليم ولد شاهين هيجي لحد عنديكي ويحب على يدك ويقول لك ارجعي دارك يا فادية لو فاكرة كده تبقي مخبلة اللي زي سليم ده ما يجريش ورا واصل وانت كنت ريدانة تصرف كيف بعد ما تجوز الخواجاي عليا يما البيت اتمسكنت لحد ما تمكنت يا مفادية وسرقت جوز بيتك بيتي هي اللي مخبلة لما هملت ليها الدار وهملت ليها جوزها بعملتك المهببة دي يا بيت كانك بتقولولها انا مريدهوش ونعمل ايه يما عاد انا داخلة على السبوع ونهنه ومفيش حتى حد فيهم فكر يطل عليا فكرتي في الموضوع اللي قلتلك عليه قبل سابق يا فادية لا يما على اخر الزمن ريدان اروح لواحد نصاب عشان يحبلني سليم لو شم خبر عاد بالحديد ده مش بعيد يطلقني فيها يا خايبة واللي زي سليم ولد شاهين ده محتاج انك تربطيه جارك بعيرين ولا تلاتة وده مش هيحصل غير لما نروحه للشيخ اللي جالتلك عليه المسامرة يا خايبة بتها حبل الطوالي بعد ما رجعت من عند الشيخ ده بصت فادية لأمها بأمل وخصوصا ان هي نفسها تحمل وتخلف لان هي بقالها اكتر من 5 سنين مع سليم ومفيش ولا مرة حملت قربت أمها منها وقالت لها اسمعي مني عاد اليومين دول انسب وقت للحبل روحي للشيخ ده وبعدها رجعي على دارك وجربي من سليم لجل ما يحصل المراد وتحبلي ووقتها بس سليم هيهمل الخواجاية ويجي جارك انتي وبس فكري في حديث الزن يا فادية بس سليم لو عرف يما هتبقى نهايتي ومين هيقول لسليم بس يا فادية هو مهملك وانت قاعدة هنه في دارك يعني ما هيشغلش راسه بيكي واصل فكري الزن يا بيتي وشوفي هتعملي ايه عاد فتحت إسراء باب شقة شاهين لما كانوا متجمعين علشان العشاء وقفت مكانها وهي مصدومة من اللي شايفاه قدامها ضحك الشخص بصوت عالي وهو بيقول لها واه مالك متسمرة كده ليه عاد يا مرات أخوي حاولت تسيطر على دهشتها وبصت على الشخص وهي بتقول له بفرحة انت رجعت عاد يا مالك ايوه يا مرات أخوي رجعت داري من تاني وسعت إسراء لمالك علشان يدخل لكنه قبل ما يدخل مسك ايد البنت اللي واقفة جنبه ودخل بيها على الشقة اول ما شافه شاهين امن مكانه وقرب منه بغضب وهو بيقوله انت ايه اللي رجعك تاني مش هملت الدار وعجدت كتابك لجلبت البندر اللي كاين ترجع تاني بعد ما تسببتنا في فضيحة اتكلم مالك بسخرية وهو بيقوله فضيحة ايه عاد ما ولدك سليم الحيلة لم الفضيحة وتجوز اهو يا بوي فين الفضيحة عاد اتعصب شاهين منه وقال له بصوت عالي اتحدد زين على اخوك الكبير يا مالك ايه ما بجاش حد ملعينك اياك لا يا ابوي ما تقولش كده بس انت دايما بتفضل عليا سليم اخوي والوقت اللي حبيت فيه تنفذ وصية اخوك اللي ما نعرفوش ولا نعرف عنيه ايتها حاجة ضحيت بيه يعني لجل ما تسطر على بنت اخوك وتجوزها وهي يعلم تبقى سكت مالك لما سمع صوت غاضب وهو بيقول له عنديك يا ولد ابوي اللي هتتحدث عليها دي بقت مرتي ما تفكرش بينك وبين نفسك عاد انك تقول عليها كلمة شينة واصل والا صدقني يا ولد ابوي اللي هيحصل ما يعجبكش بص مالك في الارض بعد كلام سليم واللي كان واضح فيه انه هيقف في وش اي حد يجيب سيرتها بسوء بص شاهين على البنت وقال له هملت دارك وناسك واتبطرت على بنت عمك الزينة لاجل ما تتجوز بنت عبد الرحمن بس قول لي يا ولدي فين رجولتك ونخوتك وانت سايبها ماشيه جارك وجسمها عريان والكل بيبحلك فيها اتكلمت سارة مرات مالك بضيق وقالت عريان ايه بس يا حاج ده لبس الموضه اللي لا انت ولا اهل البلد يفهموا فيه وهي الموضه بقت انك تبيني جسمك للي رايح واللي جاي وكانك سلعه رخيصه بتقولي للناس اتفرجوا ومتعوا عنيكم ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حاج ساره خلاص بقت مرتي وكرامتها من كرامتي هي خساره تربيتي فيك يا ولدي هي خساره لف شاهين وشه لكن قبل ما يمشي بص لابنه مره تانية وقال له بسخريه انت اتبطرت على الجوهره اللي كانت حداك يا ولدي وسوقت سمعتها عشان بس جايه من بلاد بره بص بعينيك كويس وشوف الفرق يا ولدي وصدقني الجوهره اللي اتبطرت عليها دي لجل الفلس اللي ملموم عليه ناس كتير لجل ما يتفرجوا على اللي باين لهم هيجي يوم عليك وتضرب نفسك لجل الجوهره اللي ضاعت منيك دخلت رزان شقتها مع سليم اللي كان متعصب وقاعد على اخره بسبب كلام ابوه المالك حست رزان بيه وبالغضب اللي كتمه جواه قربت منه وهي بتقوله انا حاسة بيك وعارفة انك متضايق من اللي حصل تحت بس قطعها سليم بغضب وهو بيقول لها انا محدش حاسس باللي جوايا الكل شايف ان سليم غلط
الكل مستكترك على سليم يا رزان، الكل مش قابل انك تكوني مرتي، ما خبرش ليه عاد؟ هو انا عيفش جوك ده لاجل ما استحقش انك تكوني مرتي؟ اتكلمت رزان وهي بتحاول تهديه. لا ما تقولش كده، انت كتير قوي عليا بجد، انا ما اعرفش ليه حصل معانا كل ده، بس اكيد ربنا ليه حكمه في كل اللي حصل ده يا سليم. سليم ما بجاش فاهم ايه اللي بيحصل معاه، انا ضايع ضايع بسبب اللي بحس بيه ناحيتك يا بنت الناس، محدش عارف الخير فين يا سليم، واكيد مع الوقت كل واحد فينا هيفهم مشاعره ناحيه التاني. اكيد انت هتفهم مشاعرك وانا كمان هفهم مشاعري. متى بس ده يحصل؟ انا خلاص تعبت وما بقتش قادر، خلاص قريب ان شاء الله، بس انت قول يا رب اشاره واحده وصدقني كل حاجه هتتغير، بس قول يا رب. وفي بيت شبه البيوت المهجوره في اخر البلد كتير من الستات بتتردد عليه، منهم اللي بيأذي شخص مش حبه، ومنهم اللي جاي علشان يوقف اذى شخص، ومنهم اللي جاي علشان يخلف. وفاديه كانت من الناس اللي حبت تمشي ورا الخرافات اللي بتسمعها عن الاشخاص اللي بيدعوا انهم شيوخ وليهم اسياد ويقدروا ان هم يغيروا مصير حياه البني ادمين. دخلت فاديه وهي بتقدم رجل وبتاخر التانيه من الخوف والرهبه، اتكلمت بينها وبين نفسها لما شافت ان مفيش غيرها في البيت ده، وقالت ربنا يسامحك ياما، ايه المكان العفش ده؟ شهقت فاديه لما سمعت صوت شخص وهو بيقول فوتي برجلك اليمين يا فاديه يا بنت صافيه. شهقت فاديه بخوف وهي بتقول له واه انت عرفت اسمي كيف؟ الراجل بنظرات خبيثه ما يهمش يا فاديه، جربي لاجل ما نبدا جلسه علاجك. قربت منه فاديه وقعدت قدامه وهي بتترعش من الخوف. ادالها الراجل منديل ابيض وهو بيقول لها جربي المنديل ده من خشمك وادعي بالخلف الصالح يا فاديه. قربت فاديه المنديل من بقها ومناخيرها وبدات تدعي. عدى 3 دقايق وبدات فاديه تغيب عن الوعي. ضحك الراجل بفرحه وجوه عينيه نظره خبيثه وشيطانيه، وقرب من فاديه اللي ما كانتش حاسه باي حاجه ولا حتى حاسه ان هي دمرت حياتها. بعد 4 ساعات فاقت فاديه ولقيت نفسها على غير وضعها وهدومها متقطعه والشخص ده نايم جنبها. شهقت وابتدت تلطم على وشها. اتعدلت فاديه وخرجت من البيت ده وهي ندمانه على الخطوة اللي هي خدتها في لحظة تهور والشيطان موسوس لها في دماغها، لكن يفيد بإيه الندم بعد فوات الأوان. فمرت شاهين أبو المجد كان قاعد سليم على سطح بيته زي عادته الأيام اللي فاتت، حس بإيد على كتفه، لف سليم وشه وشاف رزان اللي كانت ماسكة في إيديها فنجانين قهوة، إدت له واحد وقبل ما تطلع تقعد جنبه على السور قال لها وقفي مكانك يا رزان هتعملي إيه عاد؟ ردت عليه بابتسامة سحرته وقالت له عايز أطلع أقعد جنبك على السور، أكيد المنظر أحلى من فوق، وإلا ما كنتش أنت قعدت على السور ولا إيه؟ استني أنا هنزل أقف وياكي. لا أنا عايز أجرب المرتفعات من فضلك. ما قدرش سليم يرفض طلبها قصاد رقتها، خد مكانها فنجان قهوتها وساعدها علشان تطلع تقعد جنبه. أول ما قعدت جنبه إدها فنجان القهوة فقالت له أنا عارفة إن السبب في تدمير حياتك وخصوصا مشكلتك مع مراتك اللي سابت البيت بسببي. لا يا رزان قلتلك قبل سابق انت مالكيش صالح باللي حصل، الظاهرك ده فادية كانت مستنية اي حاجة تحصل عشان تهمل الدار. انا سمعت كلام اخوك معاك بس انا والله ما كانش قصد اتصنت عليكم ولا حاجة، انا بس شايفة ان هو عنده حق، يعني مفيش داعي تدمر حياتك علشاني. لو رجوع مراتك قصاد طلاقنا انا اللي بقولك خلينا نتطلق. هو انت رايدة يا بنت الحلال تعصبيني وتطلعي عفريتي عليك ليه عاد؟ انا ما صدقت اني مرتاح البال وطلع اتأمل في سما ربنا. انا مش قصدي اعمل كل ده، انا بس مش عايزه حياتك تتدمر بسببي، ارجوك فكر في كلامي. وانا قلتلك وهرجع اقولك من تاني انت مالكيش صالح، اكتمي عاد خلينا نتامل في سما ربنا والنجمه اللي قاعده جاري دي. رجعت فاديه بيتها وهي مش عارفه مشيت الطريق ده كله ازاي. فتحت امها الباب لما سمعت خبط ضعيف، شهقت امها وضربت على صدرها لما شافت حاله فاديه وقالت بصوت عالي من الخوف يا مري ايه اللي عمل فيك كده يا بنت بطني؟ اتكلمت فاديه بتعب وخوف وهي بتقول لها دخليني الاول ياما وبعدها هقولك على كل حاجه، انا واجعه في مصيبه. دخلت فاديه بمساعده امها وقعدت على اقرب حاجه لقيتها، شربت ميه وبعدها بصت لامها ونزلت دموعها وهي بتقول لها بندم ما كانش لازم اسمع حديثك ياما واروح عند الراجل الحرامي ده، ده دمر لي حياتي بسبب عملته الشينه دي، انا ما هينفعش ارجع لسليم واصل. قولي يا بنتي عمل ايه الراجل ده وانا اروح افرج عليه البلد كلياتها. ضربت فاديه على قفصها الصدري وهي بتقول لها هو تفضحي بنتك وياه مش كده؟ انا دلوقتي عرفت ليه الستات بيخرجوا من عنديه بطنهم معبيه بحبالهم، انا ضعت ياما وانت السبب، انا السبب عشان رايده مصلحتك يا فاديه، دلوقتي بقيت انا العفشه مش كده؟ ايوه ياما انت السبب في ان اروح للراجل ده وانت السبب في انه يعتدي عليا، انا ما خبرش اعمل ايه في المصيبه دي عاد.
ولسه لما سليم يشم خبر مش بعيد يجي عشان يدفني في قبري. يا مرك يا صفية في بيتك واللي جرالها على يدك. يا مرك يا صفية يا خيبتك القوية يا صفية. مسحت فادية دمها وهي بتقول لها اكتمي يما عاد، ناوية تلم علينا البلد كليتها ولا ايه؟ ناوية تفضحي بيتك؟ هنعملوا ايه عاد يا فادية؟ انا ما مرتاحش عاد. وقبل ما تكمل ام فادية كلامها قطعها صوت خبط على الباب. اتكلمت فادية برعب ووشها كله جاب الوان وهي بتقول بخوف يا لهو يما، ده شكله سليم عارف باللي جرى وجاي لجلي ما يدفني في قبري. اهدي يا بت، ادخلي دلوقتي غيري خلاجاتك دي وما تخرجيش من جوه واصل غير لما انده عليكي، فاهمه ولا لا؟ هزت فادية راسها برعب ودخلت اوضتها علشان تغير هدومها. اما امها فهي خدت نفس وفتحت الباب. اتنفست اول ما شافت اسراء واقفه قدامها. اتكلمت وهي بتقول لها جايه السعاده ليه يا اسراء؟ ويا ترى عيلة شاهين عنديهم خبر بخروج مرات ولدهم بعد نص الليل عاد؟ اتكلمت اسراء بابتسامة خبيثة وقالت لها انا جاية في خير يا صفية، مالوش لزوم حديثك اللي هيحد في طوب ده، انا جاية دلوك لجل مصلحة فادية بيتك وانها عاد في اوضتها اكيد هتنعس، ما ده مش وقت زيارة عاد يا اسراء، ناديلي بيتك يا صفية انا جاية لها في خير، نادي عليها وصدقيني لما تعرف انا ريدها في ايه هتقدميلي الشاي. قبل ما تتكلم صفية او ترد عليها خرجت فادية من اوضتها بعد ما سمعت صوت اسراء. قعدت قدامها وهي بتحاول تسيطر على رعشة جسمها. اتكلمت بتوتر وخوف وهي بتقول لها يا مرحب بك يا اسراء. اتكلمت اسراء وهي بتقول لها وبعدها لك يا فادية، هتفضلي مهملة دارك كده كتير وهتسيب الخواجية تسرجوا منيكي كيف ما سرجت منيكي جوزك؟ وانت رايدان عمليه يا اسراء، سليم رايدها وفضل قعدها في الدار على قعدانة، واني حدايا كرامة وعزة نفس مستحيل ارجع لواصل. على راحتك يا فادية، انا جيت لك يا خيتي لجل ما انصحك تعودي على دارك، الخواجية لو هملتيها لحالها مع جوزك هتاخده منيكي كيف ما خدت دارك واهتمامهم، ولو رايدة تكوني هنه لجل ما تعرفي معزتك عند سليم ويجب نفسه يرجعك دارك يبقى قعدتك هنا هتطول كتير قوي يا فادية. قامت اسراء ومسكت شنطتها وعدلت حجابها وهي بتقول لها فكري زين يا خيتي، ولو رايدة دارك وجوزك يبقى تعود انت برجلك وتتوددي لجوزك مرة تانية، فوتك بعافية. سابتها اسراء وخرجت من البيت. اما فادية فهي كانت بتفكر في كلامها. قعدت امها جنبها وهي بتقول لها ولو اني ما برتاحش للحرباية اللي كانت هنيه دي، لكن حدتها زين يا بيتي عودي دارك ورجعي علاقتك بجوزك لجل ما تداري على اللي حصل، فكري زين يا فادية، بس قبل ما تاخدي قرارك حطي في راسك المصيبة اللي انت واجعة فيها يا بنت بطني فكري. بعد اسبوعين فتح سليم عينيه على ضوء الشمس اللي دخل لأوضة نومه مع رزان وهو بيعلن عن يوم جديد. بص على يمينه وسرح في رزان اللي كانت نايمة جنب سليم وايديها ماسكة ايديه، رفع ايده وبدأ يمشيها على ملامح وشها وكأنه بيحاول يحفر ملامحها جوه عقله. اتنفضت رزان من جنبه بخضة على صوت خبط عالي على باب الشقة. خرجت من الأوضة وهي بتجري ناحية الباب علشان تفتح، لكن سليم مسك ايديها وهو بيقول لها رايحة فين بحالك ده؟ ادخلي جوه وما تطلعيش واصل غير لما انا ادخل اجيبك. من غير مناقشة نفذت كلامه ودخلت الأوضة. اما سليم فهو فتح باب الشقة واتصدم اول ما شاف فادية واقفة قدامه. لمح سليم شنطة هدومها جنبها فقال لها بصوت عالي في ايه عاد؟ هتخبطك ده ليه؟ ايه اللي رجعك يا فادية؟ مش كنت غضبانة في ضربوكي؟ اتكلمت فادية بغضب مكتوم جواها بسبب وجوده مع رزان وقالت رجعت لجل ما اشوف جوزي اللي ما صدق اني همله الدار وارجع على دار اهلي، واني مستنياه يجي ورايا يرضيني بكلمتين، لكن لا، ازاي سليم ولد شاهين يسيب الخواجية ويجري ورايا؟ سكتت لما ركزت عليه اكتر وقالت له بصدمة ودموعها اتجمعت في عينيها واه، وكمان نايم حداها وانت من غير خلاجات الجزء العلوي يا سليم؟ ومن متى وانت بتنام كده؟ مش كفاية قاعد حداها من وقت ما سبت الدار؟ انزلي على شقتك يا فادية وبعد التجمع بتاع العيلة نبقى نتحدث لجل ما نحط النقط على الحروف. معناه ايه حديتك ده؟ حديتي مفهوم يا فادية، ولو كنت مستنية مني ان اخدك في حضني عشان رجوعك تبقي غلطانة يا فادية، مش سليم ولد شاهين اللي يعملك ده، انت هملتي دارك بمزاجك ورجعتي على مزاجك برضو، بس صدقيني اللي هيحصل بعدك ده سواء معاكي او مع غيرك هيكون بمزاجانا، بمزاج سليم شاهين ابو المجد، ودلوقتي همريني مع مرتي وانزلي على شقتك، ووقت ما ندل على بيت ابوي الجاكي تحت يا فادية. في شقة شاهين بعد العشاء اتجمعت العيلة كلها زي عادتهم يوم الجمعة، ومنهم اللي مبسوط بالتجمع ومنهم اللي بيحضروا غصب عنه. دخل سليم شقة شاهين وهو ماسك ايد رزان، قعدها على الكرسي وبص حواليه وهو بيقول لأمه هي فادية ما نزلتش يما؟
أم سليم باستغراب، وه هو أنت رجعتها يا ولدي لجل ما تنزل تقعد حدانا؟ هي رجعت لحالها يامه، أنا ما رحتش أرجع حد. كانت رزان متابعة اهتمامه وتساؤله على فادية، بقلب بينبض بألم من سيرتها، حاولت تسيطر على اللي هي حاسة بيه لكنها ما قدرتش، وخصوصا لما سمعته وهو بيقول لهم أنا طلع لها يامه هتحدث معاها وبعدها هجيبها وندلة لجل ما تقعد معانا. مجرد ما خلص كلامه بص على رزان اللي بصت له بنظرة لوم وعتاب، وبصت له بنظرة هو ما قدرش يفهمها أبدا. انسحب من وسطهم وطلع على شقته مع فادية، دخل أوضة نومه ولقاها قاعدة على السرير والتعب واضح على وشها. قرب منها وهو بيقول لها ما اندلتيش ليه عاد كيف ما قلتلك يا فادية؟ اتكلمت فادية وهي بتحاول تسيطر على التعب اللي حاسة بيه وقالت له ما رايدش اشوفك وياها يا سليم، انا كنت فاكرة انك مش رايدها وان الظروف هي اللي حطتها قدامك في طريقك، بس لا انا كنت غلطانة. ايه اللي يخليك تفضل عنديها من اول يوم جواز الا لو كنت رايدها يا سليم؟ ايوه يا فادية انا رايدها ومش هطلقها واصل، بس انت كده ظالم يا ولد شاهين. اتكلم سليم بهدوء عكس الغضب اللي جواه، انا عمري ما كنت ظالم يا فادية، عمري ما جيت عليكي ولا ظلمتك واصل، ولو هنتحدث مين فينا اللي ظلم التاني الكفة بتاعتك هتنجلب يا فادية. هو انا ظلمتك في ايه عاد يا سليم؟ مالوش عزة الحديث يا فادية، يلا هم ندلي معايا لتحت، ما رايداش يجمعني بها مطرح واحد واصل. سكت سليم شوية وكأنه بيعمل مقارنة بين الاتنين، وبعدها قال لها عارفة يا فادية ايه الفرق بينكم؟ انتي ما رايداش تقعدي معاها في مطرح واحد، اما هي كانت بتحاول معي بكل الطرق لجل ما جيلك الدار عشان رجعك لدارك، ما طبيعي تكون هي اللي في نظرك احسن مني يا ولد شاهين. سليم وهو بيحاول يتحكم في غضبه اكسر الشر يا فادية واندلي معاي، وانا هو بقولك الليلة هكون عندك يا فادية لجل ما نتحدث ونحط النقط على الحروف كيف ما قلتلك، لجل ما نعيش حياتنا زين من غير مشاكل. كانت قاعدة رزان وسطهم وهي مثبتة نظرها على الباب وكأنها مستنية ظهور سليم، وبعد نص ساعة دخل سليم من الباب وهو ماسك ايد فادية. اول ما لمحت رزان ايديهم المتشبكة في ايدين بعض حست بنغزة في قلبها، بصت لسليم بلوم وعتاب، وقبل ما يبعد عن فادية او يتكلم سمع صوت اسراء وهي بتقول لها نورت دارك يا سلفتي. ايوه كده ارجعي دارك ونوريه وقولي للغريب ان ده دارك. سكتت لما شافت نظرات فارس التحذيرية، كان هيقعد سليم جنب رزان لكن سبقته فادية وقعدت على الكرسي اللي جنبها وهي بتقوله اقعد جاري هنا يا سليم. قعد سليم جنبها غصب عنه بسبب نظرات الكل ليه، وبدأ الكل ياكل ما عدا رزان اللي كانت بتبصله بنظرات كلها لوم وعتاب على وجود فادية بينهم. بعد ما خلصوا الأكل قامت فادية عشان تساعد جهاد وإسراء ورزان، لكن قبل ما تدخل المطبخ حست بدوخة وسحابة سودة بتسحبها ليها. استسلمت فادية للأمر الواقع، شالها سليم بصعوبة لزيادة وزنها ودخل بيها على أوضة أمه والحريم وراه، حاولوا يفوقوها بكل الطرق لكنه فشل. خرج فارس من البيت هو وعلي وراحوا على المستشفى القريبة منهم وجابوا دكتورة ليها، بدأت الدكتورة تكشف عليها وفوقتها بحقنة. خرجت ليهم وقالت لهم اللي خلى الكل يتجمد مكانه من الصدمة وخصوصا سليم.